في الفقرة الحوارية الثانية النهاردة، اتنين من أهم نجوم النادي الأهلي واللي وصلوا الحقيقة الرحلة حاليا مع اللعبة اللي بنتكلم فيها في عالم التدريب. الأول الكابتن محمد يحيى، طبعا المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، وأيضا كابتن هشام عبد الوهاب اللي شرفنا قبل كده، والنهاردة المرة الثانية مدرب فريق مواليد 2002 في النادي الأهلي. إن شاء الله أنتم منورينا. طبعا النهارده بنتكلم مع الكباتن في كل حاجه ليها علاقه بمنتخب مصر لكره اليد والبطوله ونظامها والمنتخبات المشاركه وفرص مصر ان شاء الله يا رب يعني تحصل على الميداليه. والحقيقه قبل ما نتكلم عايز اقول انه في ظل انه العالم كله النهارده بيلغي بطولات، بيتم تاجيل كتير جدا من الاحداث الرياضيه، حتى الاتحادات الدوليه النهارده بتاجل وبتلغي بعض بطولاتها زي كاس العالم للشباب في كره القدم. لكن احنا بنتكلم هنا عن اداره واراده، الاداره المصريه اللي رفضت التاجيل ورهنت على نجاح البطوله اللي هتبدا بعد ساعات قليله جدا في ظل توجيهات ومتابعه مستمره اكيد من القاده السياسيه والحكومه المصريه علشان تخرج البطوله ديت في افضل صوره لها وبشكل يليق فعلا باسم مصر. انا برحب بيكم مره ثانيه ومنورنا وفخورين ان انتم معانا النهارده. احنا متشرفين بوجودنا معاك طبعا يا سيام كابتن هاني، طبعا متشرفين بوجودكم فعلا زي ما حضرتك قلت دي مش اول مره ودايما موجودين في بيتنا على طول. لا منورين البيت الكبير بيتكم طبعا. يعني احنا ان شاء الله هنتكلم على كواليس كتيره جدا، نتكلم على ملف مهم، ملف كاس العالم اللي بتنظمه مصر في ظل الظروف الصعبه ديت. طموحاتنا ايه كمان حضراتكم من النواحي الفنيه، هتكلمونا على مجموعه مصر وفرصها ان شاء الله. لكن نروح قبل ما نتكلم مع حضراتكم نروح لتقرير مهم جدا. مصر تستضيف وتنظم حدث كبير جدا جدا، كاس العالم لكره اليد. دي تاني مره مصر بتنظم فيها البطوله العالميه دي، اول مره كانت سنه 99، النهارده في نسختها 27 كابتن محمد في 2021. تقول ايه مبدئيا عن تنظيم مصر لهذا الحدث العالمي؟ هو طبعا لو جينا نتكلم عن تنظيم مصر لبطوله العالم، طبعا ده حدث كبير جدا جدا طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنعيش بيها فيها العالم كله، والتحدي زي ما حضرتك ذكرت في الاول، التحدي اللي احنا مصرين على اقامه بطوله العالم 2021 مع ان في بطولات كتير اتاجلت وبطولات كتير اتلغت، بس ده بيحط على عاتقنا كلنا بدايه من رئيس الدوله لغايه اصغر واحد في المنظومه ان ازاي بنشتغل عليها، لان نوجه رساله العالم كله بنجاح البطوله دي في ظل الظروف اللي بنعيشها بكل الاجراءات الاحترازيه اللي حاصله على مستوى عالي جدا جدا جدا، وفي ليها كل الناس شغاله عليها بقوه، في متابعه جيده جدا جدا من كل الجهات المسؤوله على الكلام ده. واتمنى ان شاء الله نظهر بصوره كويسه جدا جدا ونقدم رساله للعالم كله ان احنا بننظم البطوله دي وقادرين ان احنا ننظم البطوله دي. لان على فكره برضه عايز اوصل معلومه، يمكن دي اول بطوله في تاريخ بطولات العالم يبقى فيها يشارك فيها 32 فريق. دي اول بطوله. ثانيا الجزئيه الثانيه، يعني احنا لو بصينا لنسخه 2019 النسخه اللي فاتت كان بنظمها دولتين، المانيا والدنمارك. حتى البطولتين العالم اللي جايين هينظموها، اللي جايه السويد وبولندا 23، 25 هينظموها ثلاث دول، هينظمها دنمارك والنرويج وكرواتيا. فده دليل ان مصر قادره ان تقدر تتحمل مسؤوليه كاس العالم، مع انهم من 2019 بداوا يقسموها على دولتين او ثلاثه. فدي برضو حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لمصر، مصر لوحدها بمفردها كايمه بتنظيم بطوله العالم، مع ان 2019 2023 و25 هينظمها دولتين وثلاث دول. يعني فده شيء طبعا شرف لينا ولكل مصر يحسب له. وسط الظروف ديت طبعا كمان هيبقى اصعب كده. تحدي كبير يا كابتن هشام، تحدي على مستوى التنظيم، واعتقد مصر اثبتت جدارتها حتى من خلال زي ما بتكلم دايما مع ضيوفنا في نسخة الأمم الأفريقية لكرة القدم 19، رغم ضيق الوقت لكن كنا على استعداد تام، والدولة أصرت أن مصر تكون مستضيفة هذه البطولة بالمثل كمان كأس العالم للأندية. يمكن أكتر، أنت بتتكلم على 32 فريق، دي أول نسخة ب 32 فريق. كابتن هشام شايف التحدي إزاي وإمكانيات مصر لإنجاح هذه البطولة؟ يعني
يمكن انا هرجع شويه بالذاكره لسنه 99 لما كنا لسه صغيرين وبنروح الاستاد ونتفرج على كاس العالم اللي كان بيتلعب في مصر هنا. وكان الـ التنظيم او سواء ان احنا قادرين ان احنا نقيم بطوله زي كاس العالم, وده حدث كبير قوي ما بيحصلش, وطبعا ان هو يحصل على ارض مصر دي حاجه ما بتحصلش غير كل زمن يعني. صحيح. فكون ان هي تحصل للجيل دوت فاحنا حقيقي كلنا مبسوطين كمنظومه كره يد, كاسره كره يد, كلنا مبسوطين ان احنا في حدث زي دوت بيتلعب على ارض مصر. لكن طبعا في وسط الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها من احنا هيبقى في شويه اجراءات احترازيه اكتر على موضوع الحضور, وخاصه ان احنا في الفتره الاخيره ديت سمعنا كمان ان هيبقى مش هيبقى في حضور جمهور. ده القرار ده طلع امبارح حقيقي. لكن في وسط كل الظروف ديت برضو ستيل زي ما كان لسه محمد يحيى بيقول, كابتن يحيى بيقول, كان بيقول ان احنا مصرين ان احنا نقيم البطوله ديت. فاحنا كلنا منظومه اسره كره يد, كلنا مدربين واطباء يعني وكل المنظومه بجهاز فني بجميع الاجهزه, كلنا دافعين وكلنا في ظهر منتخب مصر ان احنا ان شاء الله ان احنا نبقى قائمين يعني هننجح وهننجح البطوله ديت ان شاء الله. عايزين نتكلم على مصر والمجموعات اللي هي فيها ومن حيف كمان القوه مصر كمان. يعني انت النهارده المواجهات صدور المجموعات شايفينها ازاي, بس ليه ايه سر زياده عدد المنتخبات ل 32؟ هي كانت 24 دايما, كانت 24 ليه زادت من سنه حوالي 93 بقت 24؟ قبلها كان في 16, وكان اول بطوله اتنظمت كان فيها اربع منتخبات فقط غير يعني اصلا 32 ليه؟ 32 وهو بيحاولوا تسويقيا يعني كمان تسويقيا انتشار اللعبه اكتر طبعًا. في دول اكتر ابتدى يدي المساحه لدول في القاره الافريقيه زياده. في منتخب زي منتخب روسيا داخل بدعوه من الاتحاد الدولي, يعني هو مش متاهل من بطوله اوروبا ولكن جاي بدعوه من الاتحاد الدولي. فبيحاول يوسع شويه المشاركات وانتشار طبعا اللعبه دي حاجه اساسيه اكيد اكيد. وجزء تاني مهم جدا اعتقد في البطوله ديت كمان هنكون سعداء كمان بالبنيه الاساسيه كمان. اعتقد لما بيكون في بطولات كبيره زي ديت كمان البنية الأساسية بتساعد بعد كده طبعا. بتساعد على تطوير اللعبة نفسها, بيكون عندك ملاعب على أعلى مستوى. البطولة ديت على مستوى التنظيم على أربع صالات استاد القاهرة. أنا مش عارف كابتن إيه حضرتك شفت الصالات ديت ولا لا, بس هنعرض دلوقتي يعني صور كمان طبعًا. بدون تهويل بدون تهويل حاجة يعني بجد فخر لمصر. حاجة صالات بإمكانيات عالية جدا بأجهزة بتكنولوجيا. أنا كان ليا الحظ إن أنا أكون يعني بما ان كان في مباراه تجريبيه بتحصل لا انا اللي احنا بنتكلم على التجريبيه على الصاله نفسها, هم يجربوا الارضيات ويجربوا مباراه الدوري الدوري بتاع الفريق على الصاله بالظبط كده. فبيبقى في حاجات تجريبيه بتحصل الاول. فاحنا كان لينا شرف ان احنا بجد نكون موجودين جوه الصاله وان احنا نخش قبل الناس وان احنا نتفرج على مدى الابهار اللي موجود جوه بالامكانيات. اربع صالات يمكن كان لينا حظ بس احنا نخش صاله اللي هي بتاعه العاصمه الاداريه, لكن طبعا شفت الصور وشفت الامكانيات بتاعه كل المجهود القائم اللي موجود في الاربع صالات بشكل. احنا عندنا العاصمه الاداريه استاد القاهره 6 اكتوبر برج العرب بالظبط 6 اكتوبر وفي برج العرب. هي بس اخد من كلام حضرتك كمان في نقطه مهمه جدا جدا, انت حتى مش بتنظم كاس العالم بس, دلوقتي حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا اللي هي هتخدم منظومه كره اليد في المستقبل بالزبط. يعني النهارده انا لما باجي اعمل معسكر لمنتخب او حتى لو انت هستفيد استثمار من الكلام ده بالظبط كده استثمار. انت النهارده بتلاقي الصاله موجود فيها فندق الاقامه, موجود فيها جيم بتاعك, موجود فيها صاله مغطاه, موجود صاله للتدريب. الكلام ده كله بيوفر عليك مجهود كبير جدا انت تتنقل من مكان لمكان عشان تتمرن. فده هيساعد عليك كمان حتى في تطور اللعبه ذات نفسها, ان انت تقدر تشتغل على المنتخبات بتاعتك في الاعداد, سواء انت بتتكلم على منتخبات ناشئين منتخبات كبيره, يبقى في تواصل في اجيال فتعرف تشتغل عليها. فكل المنشات اللي حصلت دي هتقدم منظومه كره اليد مستقبليا كمان, مش في كاس العالم بس. يعني انت مش بتخاطب بس ان انت تنجح في كاس العالم, ده انت بتخاطب كمان المستقبل ان شاء الله. المستقبل كمان يا كابتن مش على مستوى برضه منتخبات مصر, انت ما يكون عندك بنيه اساسيه زي ديت ان شاء الله بعد انفراج ازمه كورونا هتلاقي كمان الدول اللي حواليك عايزين نعمل معسكر فين. لا مصر حقيقي. عندها بنيه اساسيه, عندها صالات, فده كمان ماركتنج وفلوس داخله بشكل كبير جدا على مستوى التسويق. ولو اتكلمنا على مستوى التسويق على مستوى كمان الصحافة العالمية, احنا بناخد جزء مهم جدا ان هذه البطولة بطولة عالمية كبيرة. مدى صدى 32 او 31 دولة كل يوم بتجيب خبر من مصر عن هذه البطولة, مدى الاستفادة ان مصر اسمها بيتردد رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة جدا. لا ان في بلد زي مصر بتعمل بطولة عالمية على مستوى كبير جدا, وده شيء كمان مهم قوي. طبعا كابتن هشام احنا
انا عارف احنا جينا قبل كده اتعاملنا مع بعض، انا عارف. عارف النظام. عارف النظام. التزم بقى. الدور عليك. التزم. لا بتكلم على يعني على النواحي، يعني حتى الصحافه العالميه وده مردودها على على منظومه كره القدم في مصر هتبقى عامله ازاي كمان. يعني احنا بنتكلم على يعني لو اتكلم على مصر، فهنا مصر بتنظمها لكاس العالم، دي بتدي رسائل كبيره قوي للعالم الخارجي كله بالدول اوروبا ان احنا يعني سوفر بقينا قريبين شويه، قريبين حتى من ايفن من التكنولوجي، ودي الحاجات اللي كانت دايما عامله الفوارق اللي بيننا وبين الفرق الاوروبيه، ان 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 ان, إن استخدام التكنولوجي والعلم صحيح. مع في الرياضه غير اللي احنا كنا بنشوفه لما يطلع العالم مع الفرق بره. طبعا بالحته بتاعت الروح ومش عارف ايه وكلام من ده، ممكن نكسب، لكن طبعا في الاخر خالص دايما العلم بيكسب في الحته دي. أيوة. فعشان كده من ضمن الحاجات اللي حضرتك لسه كنت بتكلم عليها كابتن هاني، ان البنيه الاساسيه دي عامل مساعد جدا للناشئين والقطاع وقطاع كره اليد اللي موجود في مصر. كل الكلام دوت البروجريسنج بتاعه على اللونج رون، على اللونج على المدى البعيد هيبقى اكتر بكتير وهيبقى احسن بكتير. نفسي كنت تكون البطوله ديت حاضرها جماهير دول، طبعا الجائحه اللي احنا عايشينها وبنتعايش فيها طبعًا. للاسف، بس كان هيبقى مهم جدا. بس ان شاء الله عندنا 32 او 31 منتخب يروجوا لاسم مصر بره ان شاء الله يا رب، ويعني ونخلص من الجائحه ديت على خير. لو اتكلمنا بقى ندخل بقى في البطوله وندخل في مجموعتنا، مصر يا جماعه تامن عالم في اللعبه دي، بطل افريقيا في اللعبه دي، فانت بتتكلم كمان عن لعبه مصر بتتصدر فيها، يعني لا يعني ارقام قياسيه. يعني دور مصر احنا هنلعب السويد وتشيك وتشيلي. صعبه المجموعه دي يا كابتن محمد؟ هو بصراحه انا بشوفها من وجهه نظري كان اختيار ناجح من الاول، لان احنا طبعا في نظام القرعه من الاول بتتقسم الليفلات في الاول وبتخسر القرعه والبلد المستضيفه بتختار المجموعه اللي هتشارك فيها. انا شايف من الذكاء ان احنا نشارك في المجموعه دي، لان طرينا لغايه دور الثمانيه هيبقى كويس جدا. بمعنى احنا حتى مجموعتنا سواء تشيلي سواء التشيك سواء السويد هي مجموعه مش هقول ان هي ضعيفه ومش هقول ان هي قويه قوي، ولكن في نفس الوقت هي حتى فيها تدرج فني. يعني حتى انت في المقابلات هتقابل مين؟ هنقابل تشيلي الاول بالظبط، هنقابل تشيلي الاول هي في مستوى فني وتاريخي اللي بالنسبه لبطولات كاس العالم اقل، بعد كده هنقابل التشيك، بعد كده هنقابل السويد. السويد افضلهم اعتقد، السويد افضلهم. احنا بصينا لمنتخب تشيلي الاول، هو منتخب تشيلي بدايه مشاركته في كاس العالم اصلا سنه 2011، فهو يعتبر شويه منتخب حديث شويه صحيح. في بطولات كاس العالم هو شارك في اربع بطولات بس في كاس العالم، وعمره ما عدى الدور الرئيسي او اللي هي البطوله اللي بتتعمل من الترتيب كاس الرئيس في البطولات، مع عمره اكبر مركز جابه او افضل مركز جابه المركز 21 تقريبا في بطوله 95، يعني انا اسف في 2015. فلما نيجي نتكلم برضو على المنتخب اللي بعده منتخب تشيك، هو عدد مشاركاته في بطولات العالم برضو حوالي خمس بطولات عالم، افضل مركز حققه كان المركز الثامن سنه 95 تقريبا في ايسلندا. لكن هنيجي نتكلم على السويد، هي دايما الفرقه بقى لما بنتكلم على ليفل 1 بقى فرقه السويد طبعا ليها باع كبير في بطولات العالم، مشاركه 24 مشاركه بطولات العالم بنسبه كبيره دايما بتبقى في المربع، حتى لما جت رابع العالم اعتقد هي واخده اربع بطولات عالم، واخده ثلاث مراكز فضيه، واخده اربع مراكز برونزيه، فهي على طول في المربع الذهبي. حتى لما كانت بتعمل زي تحليل ويعني تحليل اللي بينزل بعمار السنيه او احلال وتجديد للمنتخب، انت حضرتك ما حسيتش بالفرق ده. يعني احنا لو جينا حسبناها هتلاقي منتخب مصر قابل منتخب السويد في بطولات العالم 8 مرات في تاريخ بطولات العالم، احنا خسرنا 7 ماتشات وكسبنا سوري تعادلنا مباراه واحده. فهو دي تعتبر المباراه الصعبه في المجموعه، وهي هي دي هتبقى بدايه طريقنا. يعني لان انت برضه هتروح تواجه في المجموعه الثامنه، لان طبعا هنبقى برضه نتكلم باستفاضه على نظام طريقه اللي هنقابل نظام المجموعات هنتكلم عليه، هنتكلم لسه على نظام المجموعات ونظام البطوله بس بالزبط. انا اعتقد ان مجموعتنا كويسه، تدرج الفني فيها كويس، تبدا مباراه اقل فالاعلى مستوى، وان شاء الله ربنا يكرمنا. وبعدين السؤال فيها كابتن محمد وكابتن هشام ان احنا اول ثلاثه متصدرين، هو بس الاخير هو اللي اوت صح؟ عكس لا مش اوت، هيروح كاس الرئيس الاربعه هيلعب بره كاس الرئيس يعني بالظبط، يعني اسهل شويه من مجموعات كره القدم. لا مهم كمان الدور الرئيسي بالظبط، بس مهم كمان ان احنا نفضل في القاهره، ما دي جزء مهم جدا. يعني طبعا. كمان احنا ساعات بنحسبها حتى في البطولات الافريقيه لما كنا بنلعب في مكان، لا احنا عايزين نحافظ على المكان دوت، وخاصه انت اول ثلاث مباريات عليه وانت يعني عايز فالمكسب او يعني المكسب في الثلاث مباريات او اربع مباريات ده هيديك كمان اولويه انك تفضل موجود على
على ارضك بدل ما تتنقل اماكن اخرى. يمكن يعني كان العامل يا كابتن هاني في الموضوع دوت الاول والاخير كان تواجد جماهير في المكان في العاصمه. طبعا امر راحه نفسيه وكل حاجه للعيبه، لكن انت حضرتك لو اتنقلت في اي حاجه من الاربع صالات مش هتحس بفرق خالص. لكن الفريق دوت والتكوين بتاع الفريق دوت ان شاء الله باذن الله صدقني يعني يمكن عشان احنا جوه اللعبه بقى لنا شويه وعارفين جوه المطبخ، ويمكن شويه كمان يمكن في سن التعارض شويه مع فرقه زي السويد. فرقه السويد السنتين اللي فاتوا واحنا بنلعب كاس العالم المواليد 98 والمواليد 2000 الفرقتين بتوعنا المنتخب مصر كسبوا الفرقتين بتوع المنتخبات اللي بيلعبوا الشباب يعني. وده معناه ان احنا كمان زي ما هو في تدرج في المستوى بتاع السويد، لا مستوى مصر بقى ماشي بشكل اعلى كمان، ومش بس كده احنا كسبناهم في المرتين. فبنسبه كبيره الفرق اللي موجوده في كاس العالم اغلبيتها من تكوين فريق من المواليد ديت، ودايما بيعتمدوا على الكلام دوت وما بيأثروش فيه خالص او ما بيفرقش معاهم الحاجات دي. هم عندهم النشء اللي طالع دوت مهم قوي بالنسبه له ان هو يطلع يلعب البطولات العالميه عشان بعد كده يبقى الاسلوب التسويقي بعد كده يروح فرق في اوروبا. فمن هنا احنا الحمد لله التكوين بتاع المنتخب في وسط المجموعه ديت باذن الله هيبقى كويس، ان شاء الله باذن الله نطلع للليفل اللي بعديها. يمكن الصعوبات بتاعتنا تبتدي تواجهنا في اعتقادي الشخصي طبعا من الدور الثمانيه، من الدور الثمانيه وانس ان احنا نوصل للثلاث فرق والثلاث فرق يطلع منهم فرقتين. طيب عايزين برضه سامي نعرف نظام، لان انا قريت نظام البطوله مختلف تماما عن كره القدم. النظام مختلف خالص. في ناس بتلعب يعني بياخد اول ثلاثه. يعني كابتن محمد اتكرم حضرتك حتى للساده المشاهدين نظام البطوله عامل ازاي. هو نظام البطوله زي ما ذكرنا في الاول كابتن هاني ان احنا اول بطوله عالم هيتلعب 32 فريق. ال 32 فريق دول مقسمين لثمان مجموعات، كل مجموعه اربع فرق. هياخد اول وثاني وثالث المجموعه هينضم للمجموعه المجاوره، احنا مجموعه السبعه هنضم مع اول وثاني وثالث المجموعه الثامنه بس بنتائجنا. بمعنى ايه بنتائجنا؟ يعني المنتخبات اللي احنا قابلناها في الدور التمهيدي مش هنلعبها ثاني في الدور الرئيسي. يعني احنا لو احنا نفترض صعدنا احنا والسويد وتشيك مثلا، هنروح انا مش هلعب السويد ثاني، هطلع بنتائجي سواء انا كسبت ان شاء الله او لا قدر الله في هزيمه، يبقى النتيجه دي محسوبه خلاص انا مش هلعبه ثاني، ولكن البناط محسوبه. يعني البناط من الدور المجموعات الاولاني محسوب يعني انا في الدور الثمانيه طالع بكام بونت مع الفرقتين اللي صاعدين معايا، انا لو كسبانهم فده بيديني ادفانتج بالظبط كده. فهروح الناحيه الثانيه هقابل اول وثاني وثالث هلعبهم برضو ثلاث مباريات. الست فرق هياخدوا منهم اول وثاني، ده يلعب على طول دور الثمانيه. دور الثمانية منين؟ من برضو من المجموعتين اللي هي الخمسة والستة اللي جايين منهم، برضو نفس الكلام أول وثاني نلعب دور الثمانية، وبعد كده إن شاء الله خلاص اللي هو دور الثمانية بيبقى النوك أوت أعتقد. بالظبط كده، نوك أوت من دور الثمانية، خروج المغلوب على طول. بالظبط كده يعني دي ودي من الحاجات اللي أنا كنت لسه بتكلم مع حضرتك فيها، إن إحنا حتى برضو إن شاء الله المجموعة اللي رايحين لها بنسبة كبيرة برضو كويسة، يعني إن شاء الله برضو هيبقى فرصتنا كبيرة جدا للتأهل. ولكن ان شاء الله نتمنى وده ان شاء الله هيحصل. يمكن كابتن هشام كان لسه بيتكلم، احنا برضو زي ما في دول كتير اوروبيه منتخبات حصل لها تطور كبير قوي في كره اليد، نفس الكلام منتخب مصر، وده فعلا احنا بنتكلم زي ما بيقول كابتن هشام ان احنا في المطبخ وشايفين ده بعينينا. لا دي حقيقه، احنا مش بنتجمل في منتخب مصر كامنيه فقط لا غير، لا احنا امكانياتنا تاهلنا لده. بالظبط. وبعدين انا عايز اجي اسم الحقيقه، لان احنا عندنا محترفين في اللعبه ديت وحارس المرمى هنداوي كمان هنتكلم فيهم بالتفصيل لان ده حقهم، وانا عايز اشكرهم الحقيقه. وبنتكلم كمان على مدير فني عالمي، يعني افضل مدير فني في اللعبه دي في 2019. ده هيروح بقى، ده خلينا نروح لفرص مصر في تحقيق البطوله دي واللقب ده. شايف فرص مصر ازاي كابتن هشام؟ زي ما كابتن يحيى لسه كان بيقول احنا مش هنجمل فيها، يعني احنا شايفين التطور اللي بيحصل من فتره طويله، ودايما يمكن اتحاد كره اليد حتى يعني ما بين التسلسل ما بين الاتحادات نفس السيستم بيبقى واحد، بحيث ان احنا التطور دوت محطوط وفي بلان محطوطه ومخطط والناس تمشي عليه. من 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 الاتحاد من زمان، من ايام كابتن حسن مصطفى، من ساعه ما كان موجود دكتور حسن مصطفى، انا اسف، من ساعه ما كان موجود في الاتحاد والتطور دوت والخطوات دي موجوده، ودلوقتي احنا شايفين بقى الناتج ده عاليه. احنا يعني لا احنا دلوقتي بنكمبيت او بننافس الفرق الاوروبيه بشكل عادي، ما بقتش عندنا المشاكل اللي كنا بنقابلها قبل كده، واحنا كنا بنلعب منافسات في ليفل عالي، عارفين كويس قوي الاحساس بتاع اللعيبه عامل ازاي، ان انت حاسس ان في جاب كبيره، في فرق كبير بين اللعيبه وبعضها. دلوقتي المستويات لا، المنتخب بتاعنا منتخب الحمد لله، احنا عندنا اكتر من خمس ست لعيبه محترفين بره في فرق قويه ومؤثرين في فرقهم كمان بشكل كبير قوي، وزاد عليهم كمان احمد هشام دودو اعتقد هم
اللي هو راح نادي نيم الفرنسي مع سند، يعني شكل المنتخب لا وهم بيلعبوا احنا نيم فرنسي بالظبط. فرنسا من الدول القويه في كره اليد، بيبان الخطوات قوي طبعا منتخبات بيبان الخطوات من هنا كمان للي قدام للي بعد كده، يعني بيبان الخطوه اللي من دلوقتي اللي احنا ماشيين فيها للي بعد كده. فاللي احنا شايفينه انه في تطور كبير قوي في المنتخب، واكبر دليل على كده الماتشات الوديه اللي احنا لعبناها في الفتره الاخيره ديت، يمكن مع البحرين مع البحرين، وكان في مع اليابان. اليابان فرق يمكن اليابان مرتين تقريبا مرتين ومرتين والبحرين مرتين صح، والبحرين برضو كمان مرتين لعبنا هنا ولعبنا في المانيا صح. فلا احنا عندنا الحمد لله عندنا تكوين لمنتخب قوي جدا يقدر ينافس، ومش من غير زي ما اقول من غير تهويل ومن غير ما نقول الكلام الشعارات اللي بتحصل، لكن لا احنا فعلا عندنا منتخب قادر ان هو يقدر ينافس في منافسات كاس العالم اللي جايه ديت، وان شاء الله باذن الله لجميع الجماهير بجد الكلام دوت ان شاء الله تفائلوا منتخب مصر هيلعب حاجه حلوه. نفسي يحضر الجمهور، احنا متفائلين ان شاء الله. نفسي ان شاء الله اكيد كان هيبقى فارق. بس عايز اروح لنقطه المدير الفني. المدير الفني برضو كلمنا كابتن محمد عن المدير الفني لمنتخبنا، اعتقد هو القايمه 20 لكن هو ضم 23 يعني 23 في القايمه، لكن القايمه الرئيسيه هتبقى 20 لاعب بس. ايه الحاجات اللي ممكن خلاص البطوله قربت النواحي، هل هيشتغل على نواحي بدنيه اكتر ولا نواحي فنيه؟ عملنا مباريات وديه بشكل جيد، كسبنا اليابان مرتين. ايه هيقول ايه لفرقتنا قبل يمكن ايام قليله جدا من انطلاق البطوله؟ لا انا هالي العامل البدني حاليا دلوقتي مش هشتغل طبعا على العامل البدني دلوقتي، هيبقى اكتر الشغل فني، هيبقى اكتر الشغل ازاي هيشتغل على نقاط القوه والضعف اللي هيتكلم عليها، رؤيه المنتخبات اللي انت حركة هتلعبها، بيحط بقى سيناريوهات للمباراه. خلاص هو بيتهيألي دخل دلوقتي اجواء البطوله، خلاص احنا هنلعب بعد بكره اول ماتش ان شاء الله الافتتاح، فهيبتدي الدراسه الفنيه. لان خلينا برضو نتكلم بكل وضوح زي ما بيقولوها كده، اللي ذاكر ذاكر. عمره ما دلوقتي هنتكلم في اي شغل انت هتضيفه دلوقتي، بل بالعكس انت كل الشغل اللي اشتغلت عليه الفترات اللي فاتت سواء تدريبيه سواء مباريات وديه، لان احنا دايما التدريب او المباريات الوديه دي اعتقد حتى مع النتيجه المكسب كل مدرب او بروندو طبعا مع المنتخب الوطني بيبقى ليه اهداف من كل مباراه. يعني انا ممكن انا كمدرب ممكن اكون رايح مباراه المكسب طبعا مهم، ولكن انا بيبقى ليا شغل معين عايز اطبقه عشان اطلع بالنتيجه انا وصلت لايه في الشغل اللي انا عايزه. سواء لاني زي ما احنا عارفين يمكن الاتحاد المصري لكره اليد لما تعاقد قبليه مع ديفيد برضو كان اسباني وبروندو اسباني فاحنا النهارده انت بتخاطب المنتخب الوطني الاول والمنتخبات الشباب والناشئين. صحيح. انت بتحط مدرسه او طريقه لعب بتعتمد مثلا على، مش عايز اخش في حته فنيه قوي، ازاي بنخش على على مسارات اللعيبه وعلى قطع مسار الكوره وازاي الوقفات في الملعب، فالكلام ده ما بتطوروش. هي ده استكمال رساله، مثلا جاب اشتغل مع مدرب اسباني فتره كويسه وصلنا لثامن عالم، جاب مدرب ممكن يكون امكانياته اعلى شويه منه فشغال عليه، فمش عايز اخرج بره النطاق اللي احنا حضرتك بنتكلم فيه. فاعتقد الشغل اللي هو اشتغله طبقه شافه وصل لفين هيبتدي يشتغل امكانياته، كل الشغل اللي هيشوفه دلوقتي هيبتدي يدرس كل فريق، وطبعا ده اكيد برضو حاصل مش لسه طبعا، هيدرس اكيد شايف المنتخبات كويس، هيحط السيناريوهات بتاعت المباراه بتاعته طبعا، هيمشي مباراه ان شاء الله، يعني لان بطوله العالم هي مش مباراه واحده، بالظبط مشوار طويل. عايز اتكلم عن استفاده المنتخب من وجود الراجل ده في الفتره الحاليه مع المنتخب، بس عايزين نفكر الناس طبعا للي هيتابع مباريات مصر في دور المجموعات من مونديال اليد. احنا عندنا المجموعه السابعه، مصر وتشيلي اليوم الاربعاء 13 يناير الساعه 7 بالليل على الصاله الرئيسيه في استاد القاهره. كل ماتشاتنا طبعا انت البلد المضيف فبتلعب على استاد القاهره، فيوم الاربعاء 13 يناير يوم الافتتاح مصر وتشيلي، بعدها بثلاث ايام مصر وتشيك السبت 16 يناير الساعه 7 مساء برضو على الصاله الرئيسيه قلنا باستاد القاهره الدولي. هنفوت يوم وهنلعب مع السويد يوم الاثنين الساعه 7 بالليل، فلينا ثلاث ماتشات يا كابتن هشام صح؟ مظبوط. فيمكن اقواهم مصر والسويد اخر يوم لينا صح؟ يعني ده دي اقوى مباراه تقريبا، مش هنستبعد اي فرقه ومش هنعمل احنا يعني يمكن في التخطيط في الهاندبول بشكل عام. لا انت فعلا لو احنا بنتكلم على قوه الفرق السويد على الورق هي اقوى فرقه موجوده، لكن فعليا في الملعب احنا لسه ممكن ما نعرفش التشيلي فرقه عامله ازاي. ممكن طبعا خبراته اقل كتير قوي،
كان في فرقه زي مثلا البرازيل في مره في يعني في تطور من حوالي مثلا 6-7 سنين مره واحده في فرقه البرازيل مره واحده كبيره بقت بتنافس وبقت طفره عاليه قوي ومن نفس المكان برضو تقريبا يعني نفس الناس بنتكلم على نفس القاره. فانا بتكلم على فرق ممكن في بطوله ما تعرفيش ردود افعالهم سيناريوهات مفتوحه بالظبط لكن على الورق السويد هي اقوى فرقه موجوده في ودايما اعتقد برضو يعني دايما حتى في كره القدم بيقول لك الفرق اللي دون اسماء كبيره هي اللي ممكن تعمل لك مشاكل لان حتى الاستعداد النفسي للعيبه بيكون شويه مهما كان المدرب درجة التركيز والاستعداد لمنتخب قوي يعني. قدر الله يعني بس انا مع حضرتك طبعا اتفق مع حضرتك 100% يعني بس في كره اليد ما بتحصلش قوي زي كره القدم يعني كره القدم ممكن فرقه تقاتل في مباراه وتجيب جون وتدافع وتكسب المباراه وتبقى مفاجاه لكن في كره اليد اعتقد الامكانيات بتبقى واضحه ولكن زي ما الكابتن هشام كان بيقول في فرقه البرازيل في فرقه البرتغال اللي انا اتوقع في كاس العالم ده تبقى الحصان الاسود في كاس العالم ده ليه فرقه البرتغال نفس فرقه البرازيل حصل لها طفره عاليه جدا في المستوى الفني بقى لها كام سنه وبالذات حضرتك لما كنا لسه بنتكلم في النقطه ان احنا شباب وناشئين يعني كاسبين الدول دي فلما نطلع منتخب اول هنقدر ننافس مع الدول دي نفس الكلام البرتغال لما تيجي حضرتك تبص المنتخب 98 اللي هو منتخب الشباب ومنتخب الناشئين بتاعهم نفس الكلام عندهم نفس التطور ده او الطفره دي ففي فرق ممكن نقلع منها لكن في منتخبات برضو الحسابات جوه كره اليد ما بتبقاش المفاجات كتير لكن فرقه زي البرازيل فرقه ممكن تتعب منتخب معين فرقه زي البرتغال لكن ما بتبقاش المفاجات كتيره يعني روسيا هي روسيا بس في مشكله في روسيا يعني روسيا كان لغايه عام 99 1999 كانوا واخدين 2 بطوله عالم 93 و97 وبعد كده خدوا مركز تاني في 99 وكانت من الفرق الاقويه جدا 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 في بطولات العالم ولكن من 99 لغايه 2019 ما دخلوش مربع ذهب يمكن 2019 واخدين مركز ال 14 هم جايين بطوله حاجه نازل جدا هم جايين بيبحثوا وديها في المجموعه اللي هنقابل منها في المجموعه التامه يعني في المجموعه اللي ان شاء الله هنقابل منها بالظبط روسيا من الفرق اللي بقى لها 10 سنين مثلا المستوى متراجع جدا جدا فهل هي في تطور هنشوفه بس انا من الناس اللي ما اعتقدش ان من 2019 ل 2021 يحصل طفره عاليه هيحصل نتيجة ايه يعني يا جيل بيتغير يا بيطلع لك اجيال تانية صغيرة او الكلام ده مش موجود فمش هيظهر مرة واحدة بيبان في التصفيات بيبان من طريق التصفيات وما وصلش من التصفيات طب احنا معانا واحد على التليفون هو صحيح في فرنسا بس عاش الاجواء دي والفترات دي يعني في بطولة اليد الكابتن سامح عبد الوارث اهلا بيك يا كابتن اهلا بيك يا كابتن اهلا بيك واهلا بالضيوف يحيى وهشام وكابتن هاني اهلا بيك برحب بيك طبعا في قناه النادي الاهلي وبنقول لك يعني كل سنه وانت طيب سنه سعيده ان شاء الله عليك ومتابع ازاي اولا متابع ازاي تنظيم مصر لبطوله كبيره زي كاس العالم لكره اليد وانت اعتقد كمان عشت هذه الاجواء بشكل كبير جدا وعايش في بلد تعتبر من افضل البلاد على مستوى العالم في كره اليد يا كابتن سامح هو طبعا مش يعني مش مصر برضو دوله تعتبر دوله كبيره في كره اليد ومش مش حاجه جديده عليها يعني تنظيم ان احنا نظمنا بطوله العالم ويمكن بقى لنا دلوقتي اكثر من 30 سنه بنلعب بطولات عالم بنفس مع الفرق الكبيره يعني فعندنا برضو عندنا فرصه كبيره بس هي يمكن شويه الجمهور يعني انا بعلق على الجمهور هو عامل كبير جدا ان يعني كانش يعني عامل كبير ان مفيش جمهور يعني ولا تبقى عامل مؤثر اكيد لكن عايز اعرف بيأثر ازاي بقى عامل الجمهور بقى كابتن انا اقول لك على حاجه يا كابتن يعني مثلا احنا كنا بنلعب كانت الفرق بتخاف تنزل تسخن من صوت الجماهير تسخن كانوا بيسخنوا جوه تحت خالص خايفين من الجمهور المدرب يقول لك الحكام تنزل انزلوا لا ننزل على الاخر على اخر الاول على الصفاره بتاعت الماتش عشان يا دوب ينزلوا بس يسخنوا 5 دقائق عشان خايفين من الجمهور فدي ده كان عامل كبير قوي يعني احنا كتير قوي الحمد لله يعني كان في ماتشات كانت ممكن تروح مننا واحنا بنلعب على على العامل ده عامل الجمهور يا كابتن سامح ممكن ياثر يعني على اداء الفريق شويه اداء المنتخب هو الولاد كويسين وعندهم خبرات حلوه وفي كده مزيج كده وفي خليط حلو
في الفريق يعني. وعندهم فرصه كبيره، عندهم فرصه كبيره انهم يعملوا حاجه. بس برضو الجمهور يعني عامل رئيسي طبعا. عامل رئيسي كبير طبعًا. جدا. وخاصه في الصالات المغلقه، يمكن في الكوره يعني الملعب بيبقى واسع قوي، لكن انا حضرت مباراه باسكت وهاند بول، العامل الجماهير والصوت القاع نفسه بيبقى صوت بيرج وبيدي حافز اللعيبه. بيرج. انا يعني انت ما تقدرش تسمع اللعيب جنبك. صحيح صحيح صحيح. مثلا بتعمل خطه يعني تيجي تقرب منه عشان يقول لك هتعمل ايه. صحيح. لكن طبعا هي الظروف اللي مصر بتمر بيها، وحرص طبعا المسؤولين في مصر والحكومه المصريه طبعا سلامه الناس اهم اكيد من اي حاجه. فدي اجراءات احترازيه كان لازم نقوم بيها يعني. لكن وجهه نظرك الفنيه في المجموعه كابتن، هناخدها خطوه خطوه. وجهه نظرك في المجموعه، وطبعا والكباتن بياكدوا ان شاء الله ان مش هيكون في مشكله، وان احنا باذن الله يعني هنعمل نتائج جيده في اول مشوارنا للوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه. هو انا شايف ان مصر تكون اول مجموعه يعني بالنسبه للمباراه. مصر هتكون اول مجموعه يعني الطبيعي، الا لو حصل بقى مفاجآت او دروبات او في اي حاجه. هو مين ابرز نجوم الجيل الحالي في المنتخب دلوقتي اللي لافتين قوي نظر كابتن سامح؟ والله يعني هم الستة المحترفين، هم يعني هم يمكن ابرزهم يعني احمد يحيى، محمد ممدوح، خالد ومحمد ممدوح، داوي حارس مرمى، سند واحمد هشام ودودو، محمد هشام ودودو يعني انهم لسه طالعين، ولسه برضه سند يمكن عنده خبره، وفي طبعا الباقي اللعيبه اللي موجوده برضه اللي هم من مش خارج بيلعبوا في مصر يعني. برضه لعيبه تقال وعندهم خبرات يعني، عدد الماتشات اللي لعبوها لو جينا بصينا عدد الماتشات كتير. فلعيبه تقال ذو خبره يعني. باروندو، كنا بنسال الكباتن دلوقتي عن ازاي المنتخب استفاد من الراجل ده الاسباني في الفتره الحاليه مع المنتخب يا كابتن سامح. والله هو هم اتظلموا شويه في ظل الظروف الحاليه يعني كوفيد اللي موجود، هم بس اتظلموا في عدم تجمع كتير وعدم يعني التدريب مع بعض كتير، فهو ده شويه يمكن يعني كانش عندهم الحظ يعني فيه. بس هو المدرب مستواه عالي جدا، الهاند بول بتاعه هاند بول عنده كل المدرسه الالبانيه معروفه طبعا، مدرسه قويه فيها فنيات عاليه. وانا شايف يعني هم في اخر ماتش ليهم ان هم فعلا يعني مدرب في لمسه من في 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 تاثير فيه على الفريق، في شويه في تغيير كبير باين عليه. ان شاء الله التغيير يكون ايجابي يا كابتن سامح. انت طبعا من ايجابي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. حضرتك كان ليك تجربه طبعا في كاس العالم، تكلمنا والناس اللي موجوده واللعيبه لو كانوا بيسمعونا، اجواء كاس العالم مختلفه، وانك بتلعب في اكبر ليفل على مستوى العالم في كره اليد، احكي لنا كواليس، ولو في بعض المواقف في كاس العالم اللي مريت بيها ممكن يعني تكون يعني مثلا فضل. احنا ماتش كنا في اتلانتا في 96 في اتلانتا في الاولمبياد دي، كان ماتش اهلنا للدور، كان ماتش المانيا ومصر، والمانيا احنا كسبنا المانيا في الدور التاهيلي يعني. كان ماتش في الاول كنا مغلوبين، وكان في كان كنا مرمين في اربع اجوان. الحمد لله قدرنا نشد روحنا، ومع ان هناك ما كانش في جمهور، ما كانش في اي حاجه خالص. والحمد لله يعني قدرنا نكسب الماتش. كان معانا طبعا الفريق بتاعنا، طبعا الجيل بتاعنا كله، احمد العطار، حسام غريب، ياسر لبيب، جوهر نبيل، اشرف عواد، عمرو البيوشي، ايمن صلاح، كلنا الحمد لله قدرنا نتخطى الفرق الاهداف دي، والحمد لله كسبنا الماتش في الاخر يعني. وده استاذن حضرتك ان انا اسلم الاول على كابتن سامح عبد الوارث، يعني كتير قوي من الناس ما تعرفش كابتن سامح عبد الوارث للاسف، يمكن ما فيش السوشيال ميديا والحاجات اللي موجوده دلوقتي، وانا اسف ان انا بقطع بجد. هو وحشنا جدا طبعا، هو بقاله كتير مش موجود هنا جوه القاهره، لكن كابتن سامح كابتننا وحقيقي واحد من اساطير كره اليد، والله ما بقول الكلام دوت عشان هو موجود، بس واحد من اساطير كره اليد
الناشئين اللي موجودين دلوقتي للاسف ما كانش ليهم الحظ ان هم يشوفوه، وانا كنت واحد من المحظوظين ان انا لعبت جنبه في يوم من الايام. حقيقي هو ده كان اسطوره. كابتن سامح لو تقدر تحكي لنا على ماتش، على ماتش رومانيا في كاس العالم سنه 95 كابتن سامح، لان انا والكابتن هشام بندردش مع بعض في الخباسه كده على الماتش ده. عايزين نفتكره ماتش رومانيا 95 في كاس العالم في ايسلندا. الماتش حضرتك جبت فيه 17 جون تقريبا، 15 جون تقريبا. انا عايز اقول لحضرتك لغايه النهارده ممكن افضل اعيد واتفرج انا عليه. كمان ماتش ما حصلش في التاريخ حقيقي. يعني ف 15 هدف لان ده كان لعيب في الموسوعه ساعتها. هو الملعب هو شخصيه. سامع كابتن سامح عبد الوارث عمل كتير قوي فوق الرائع يعني، عمل مباراه فده اللي احنا كنا عايزين نساله عليه يعني. اتكلمنا عن المباراه دي يا كابتن سامح بعد اذن حضرتك يعني. ذكرياتها يعني والله يعني انا حتى المباراه دي اول كورتين انا شتهم بره يعني. نزلت نفسي خلاص الماتش قافل. رومانيا من الفرق الثقيله وهم يتميزوا بالقوه البدنيه والجسمانيه وطوال وعراض وقوية عناف في اللعب. تيجي تلعب لازم تيجي تلعب تقرب منهم. وساعات لما يجي يلعبوا مثلا كانوا بيلعبوا اللي هم 6-0 تحت مقفول وهم طوال يعني، واحد بيقف 2 متر وشويه ويرفع ايديه بيبقى 3 متر ازاي انت تحت 2 متر؟ طيب غير التكنيك. فجينا كان طبعا معايا احمد العطار، وكان معايا كان ياسر لبيب واحمد بلال ياسر لبيب طبعا، وكان تحت جوهر، وكان جنبي محمد عاشور، والناحيه الثانيه في الوينج هناك كان في عمرو الجوشي. فالحمد لله يعني اول كورتين انا قلت بس يا قفله. طلعت حتى بره كان معانا عاصم السعداني والدكتور كريم مراد، طلعني قعدني بس دقيقتين قال لي اهدى كده وركز، ونزلت الحمد لله يعني زي ما تقول بقى بشوف وانا قاعد بتيجي جول وانا واقف بتيجي جول. مشي كانت فاو كابتن سامح كان بيلعب يعني. هو كان الوحيد اللي بيلعب ناحيه الباك رايت بايده اليمين. ده المفروض بيلعب لازم يبقى عنده اكسترا موهبه بوسطه بحركه فنت رجليه لغايه دلوقتي ما تنسيش. الوحيد اللي كان بيعمل فنت اللي هو بوسطه وهو ناحيه مكان مش بيلعب بايده، مش بايده المظبوطه مش على العدد. طبعا زي كده المفروض بيبقى الباك اليمين بيبقى اشول عشان لازم يخش جوه دلوقتي لازم يكون اشول. لا انا عايز اقطع كمان كابتن سامح، لان في حاجه معينه كده انا لغايه النهارده في المجال التدريبي بذكر كابتن سامح. وانا طبعا مبسوط جدا جدا ان احنا كابتن سامح معانا في المداخله دي، لان طبعا ده من اساطير كره اليد يعني. فدايما ادي مثل في ايه على الكره اللي بيتكلم فيها كابتن هشام اللي هو بيلعب باك رايت بايده اليمين. دايما احنا في المستوى السني او الاعمار السنيه الكبيره لو التكنيك بتاعه بيشوط بطريقه معينه بدراعه فنقول له ده انت مش هتعرف تعدله. فكنت دايما اسمع معلومه انا ما اعرفهاش فعايز اتاكد منها. كابتن سامح اول مره اساله في حياتي، قالوا ان كابتن سامح دي كان اول مهاره تتعمل ان لعيب يشوطها من الجنب، ينط ويشوط من الجنب. ما كانش حد بيعملها نهائي غير كابتن سامح. فقالوا ان تيدمان كان مدرب الماني ماسك المنتخب لما لقى تكنيكه بيشوط من الحته دي هو اشتغل على تطوير، حتى لو التكنيك غلط هو اشتغل على تطوير التكنيك ده، ما حاولش يعدله عشان مش هيتعدل في عمر سن كبير ويعلمه تكنيك كبير. وده مترسخ عنده في الجهاز العصبي المركزي بقى لك اشتغل عليه. فعايز اعرف هل المعلومه دي صحيحه الاول ولا لا، وطريقه التصويب دي جت منين؟ بس ان دي كانت مهاره جديده على العالم كله يعني. هو انا اقول لك الطريقه جت ازاي. اولا لما كنت انا اتصعدت وانا صغير كنت بلعب في الفرقه اللي فوقيه الناشئين، فروحت لعبت معاهم كاس عالم. فكان في كان لسه باول تيمن كان لسه معانا وكان جاي يتفرج علينا. فكنا بنلعب كان روسيا، وكان روسيا طبعا. فانا ما كنتش قادر، كنت لسه شويه ضعيف يعني بس طالع يعني. انا طوال مش عارف اشوط من فوق انزل من تحت اسهل لسه هتطلع بتدرس حرب بتدرس. انا بفكر في الحلول صغير لسه طالع ناشئين بفكر في الحلول. فجيت بعديها لما طلعت ساعات الفريق الاول جيت لقيت باول تيمن بيقول لي انت فاكر الماتش الفلاني لما كنت بتشوط كده؟ عايزك تشوط كده، عايزك بقى ابدا زي ما انت اشتغل عليها بقى بتدرس في كره اليد لان مهاره خاصه جدا ومش ما حدش بيعملها يعني. كمان المهاره كمان فيها حاجه انك انت ازاي تشوطها من الجنب وانت في الهواء. صعب جدا تطلع وانت في الهواء مش على الارض. دي حاجه. وعندك اللي هي من كذا زاويه يعني، هي زوايا
واعتقد يا كابتن سامح لو انت ناحيه اليمين متخيل ناحيه اليمين وبتشوط بايدك اليمين فالزاويه هتبقى ضيقه جدا طبعا يعني زاويه الرؤيه او الهدف هتبقى صعبه. ودي المهاره الاقوى ان دايما كابتن سامح كان يشوطها في الضيقه كمان لا في العكسيه يعني بعيد دايما اللي هي مش متوقعه بالنسبه للجول في العكسيه تلاقي الجول مستني الكره في الزاويه الطبيعيه باللغه العاميه كده ماسك في عرضه والكره في الناحيه الثانيه اه والله يعني دي فكانت يعني اختراع يعني اختراع يا كوتش واتطورت بعد كده مش مجامله او كلام عند ربنا كابتن احنا بنشكرك جدا جدا مبسوطين ان احنا سمعنا صوتك وان شاء الله تتابع والله يعني انا بحييكم بحيي الجمهور كله النادي الاهلي ده بيتي ويعني اكيد وفعلا مشتاق ان شاء الله باذن الله لما انزل ان شاء الله باجي ازوركم بس زياره اكيد من غير اي برنامج ولا حاجه لازم هتنزل قريب لا تنورنا لا والناس حابه تشوفك يا كابتن ليه من غير برنامج بالعكس يعني يا ريت يعني ان شاء الله نعم طب نساله عشان هو الراجل لازم يكون متواجد يعني حتى الناس حابه وانت اسطوره من اساطير كره اليد الناس حابه تشوفك على شاشه قناه النادي الاهلي وفي بيتك في النادي الاهلي لان كمان حضرتك بتدي نموذج للولاد الصغيرين يعني ده كمان نموذج واضح قدامهم لعيب كبير اسطوره من اساطير كره اليد يكون نموذج ويا ريت تشرفنا بقناه النادي الاهلي يعني ان شاء الله ان شاء الله كابتن هاني وانا متشكر جدا ويعني وبشكركم وبشكر يحيى وبشكر هشام وبشكر الناس كلها وسعيد جدا بالمداخله ديت وان انتوا يعني ادتوني الفرصه ان انا اسلم على الناس وحبايبي كلهم شكرا شرف لينا دايما شكرا جزيلا ليك بعد الفاصل لسه مستمرين في البيت الكبير اتفضل برحب بحضراتكم مره ثانيه وخلينا قبل ما نكمل الحوارنا الرائع مع الكباتن عن كاس العالم لكره اليد نحب طبعا قناه النادي الاهلي خالص العزاء للفنان الكبير بيومي فؤاد في وفاه والده الله يرحمه خالص التعازي للفنان الكبير محب النادي الاهلي وان شاء الله تكون اخر الاحزان يعني وتحياتنا وعزائنا لاسره الفقيد. نرجع تاني للكباتن وكنا بنتكلم مع الكابتن سامح وهاخد جزء صغير من اللي قاله وحربطه بالبطولة اللي هي بدون جماهير. كابتن سامح قال احنا في فترة من الفترات كنا بنلعب ألمانيا وألمانيا احدى الدول الكبرى في كرة اليد كان بيلعبه كان متأخر بأربع أهداف بالرغم من ما كانش فيه جماهير لكن اللعيبة اتجمعت وأصروا وفعلا فازوا بالمباراة. ده رسالة كمان ان شاء الله توصل للاعبتنا رغم عدم وجود جماهير ان هم قادرين ان شاء الله حتى للوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة يا كابتن. ان شاء الله يمكن كابتن روبرتو من ضمن المهام بتاعته في الفتره ديت هي اللي هي الحته ديت اللي لعبها مدير فني المنتخب مظبوط الحالي من ضمن المهام بتاعته ان هو دلوقتي تركيز اللعيبه في الجو المحيط للملعب اللي هو ان انتوا هتبقوا عارفين ان الملعب شكله كبير لكن هيبقى فاضي ودي حاجه بالنسبه للعيبه جوه الملعب شكلها مختلف يمكن في التلفزيون الموضوع مش هيبان خالص صحيح. لكن جوه ارض الملعب كبير وملعب واسع ومدرجات كبيره طبعا ديت لو مليانه طبعا الموضوع كان هيختلف بشكل كبير قوي زي ما حصل في كاس العالم سنه 99 في مصر ف 93 منتخب الشباب حتى انا يمكن فاكر بتاعت الشباب اكتر اللي هي كانت في استاد القاهره كان الاستاد مليان اللعيبه فعلا وهي بتسخن بتعرف ان هو نازل باين قوي انه مشحون وان هو وكابتن هاني يمكن اكتر الموضوع ده هيبقى عارفه اكتر بكتير قوي ان انت عارف يعني ايه ان في جماهير وقاعده وبتشجعك بقى هو ده العامل اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي انا هبتدي اشتغل عليه نفسيا ان انا هبقى مؤهل اللعيبه كويس قوي ان احنا خلي بالكم احنا بنلعب على ارضنا والناس كلها كانها موجوده جوه الصاله لكن انت عارف كويس قوي ان مفيش حد موجود جوه الصاله لكن انا متاكد ان احنا لعيبتنا عندهم القدره وعندهم الحافز ان احنا بنلعب الكاس العالم ده على ارضنا فهيطلع كل الطاقه اللي موجوده جواه عشان يقدر يعملها جوه الملعب طبعا وهم حاسين بالسوشيال ميديا وحاسين طبعا بالحاجات التشجيعيه اللي بتحصل اليومين دولت او بالفيديوهات اللي بتحصل اعتقد ان شاء الله لا يعني حتى يمكن واحد قربه من اللعيبه ومعرفته بيهم عارف كويس قوي ان هم عندهم بوتنشال انهم يعملوا الكلام ده طب يمكن الله حتى خلاص. كابتن سامح قبل الفصل كان بيتكلم على عدد المحترفين وقد ايه ممكن يصنعوا الفارق في البطوله دي بشكل عام لو اتكلمنا عن عدد منهم طبعا بنتكلم عن محمد سند في فرنسا في نيم بيلعب محترف هناك علي زين محمد ممدوح بنتكلم كمان عن يعني قيمه
حجم حارس مرمى اسمه كريم هندال. حارس مرمى طبعا المنتخب بيلعب النهارده في كوستا روماني. فكلموني عن بقى وجود التشكيله دي او وجود العناصر دي في المنتخب الى اي مدى يفرق، وان شاء الله يا رب يعني بعد ربنا يفرقوا في تحقيق البطوله. كابتن محمد، هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي حراسه المرمى في كره اليد هي من اهم المراكز، واحنا دايما نقولها حتى كمدربين حراسه المرمى 50% من الفريق. دي الكلمه المتداوله بالعاميه ما بيننا كمدربين من واحنا حتى لعيبه صغيرين. ولكن انت حضرتك لما تيجي تبص دلوقتي لاوروبا وتطور كره اليد في العالم كله، هتلاقي اساس اللعب كله دلوقتي هو الدفاع القوي، الحراسه القويه، والهجوم الخاطف. كاونتر اتاك. كاونتر اتاك. ده اهم حاجه في كره اليد. احنا من ضمن المميزات يمكن اتكلمنا في اول بدايه الحلقه اتكلمنا عن فرص مصر وان احنا ان شاء الله متفائلين، ومش ان احنا بنتكلم الكلام ده مجاملات او امنيات فقط لا غير، لان احنا بنمتلك حراسه على اعلى مستوى. يعني لو بنتكلم عن كريم هنداوي، بنتكلم عن عصام الطيار، بنتكلم عن عبد الرحمن حميد، بالظبط حراسه على اعلى مستوى. بنتكلم مش بس هنداوي، لا احنا عندنا حراسه على اعلى مستوى بكاس العالم ناشئين احسن ما يتصنفوش يعني قريبين جدا على اعلى مستوى. لان هقول لحضرتك حاجه من نجاح، وده من ضمن العوامل ان شاء الله اللي هتساعدنا في كاس العالم، من ضمن النجاح ان يبقى عند مدرب ادوات تقدر بانماط مختلفه تغير اسلوب لعبك. ما هو ممكن ستايل كريم هنداوي في طريقه الصد بتاعته ممكن تمشي سي مثلا، بتكلم على سبيل المثال، تمشي مع كوريا، ممكن في الاختراقات هو كويس، ممكن تصويب من خارج التسع امتار يبقى افضل في سي مثلا الطيار او حميد. فانت ازاي بتقدر توظف ثلاث حراس عندك انماط مختلفه من الحراسه، فبتقدر توظفهم على كل مباراه انت محتاج مين. وساعات ببعض المباريات بحس لما بيكون في ضرب جزاء حارس المرمى بيتغير، واحد يخش يا دوبك يصد ويطلع. دي يعني ليها عاملين، يعني عامل ان هو بيبقى في ثقه او في حارس مرمى مميز في ضربات الجزاء، وفيها جزئيه ثانيه فنيه برضو ان ممكن يكون الحارس اللي واقف في حراسه المرمى ماشي كويس جدا على مستوى عالي في المباراه دي وماشي كويس ومش عايز يوقعه نفسيا بضربه الجزاء، يخرجوا جون ثاني يخش هو يكمل ينزل ثاني يكمل المباراه. فحضرتك بتقول ان احنا عندنا ثلاث حراس عندهم تشكيله وكل واحد بالزبط مميز في حاجه، فبالتالي بالزبط ممكن تقابل اي مدرسه بالزبط تقدر تدافع بيها مستوى. الثلاث حراس على اعلى مستوى. وده برضو لما نيجي ننتقل للعيبه بقى هنيجي نتكلم نفس الطريقه. انت عند حضرتك في كل مركز سواء بقى اللعيبه المحترفه او اللعيبه حتى المش محترفه تلعب على المستوى المحلي او في منتخب مصر، المحترفين داخليين سواء ده محترفين داخليين. انا كمان عايز اوصل حضرتك نقطه اتكلم فيها كابتن هشام في اول حلقه برضو، الا وهي بطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للشباب. دي اكسبت الولاد دول ثقة كبيرة جدا جدا في احتكاك الدولي طبعا. عكس ما يكونش هو محقق على المستوى الدولي ممكن يكون شارك كاس عالم لكن ما يكونش عنده السمات الشخصية اللي يقدر ينافس على بطولة عالم كبار. لكن مكسب بطولة العالم وتحقيق المركز الثالث في الشباب في بطولة العالم ده اكسب اللعيبه دي كلها ثقه عاليه جدا. فانت حضرتك عندك بالظبط عندك الشباب الاولاد الصغيرين اللي هو في مزيج ما بين الخبره والاعمار السنيه الصغيره، ولكن عندها ثقه عاليه جدا جدا. لما تيجي حضرتك تتكلم عن لعيبه مواليد 2000 ومواليد 98 هم لعيبه على اعلى مستوى بيستفيدوا برضو من الخبرات العاليه جدا من اللعيبه القديمه طبعا. فدي ميزه وبرضو في كل مركز وكسروا حاجز بقى الخوف من الدوريات او من اللعيبه الكبيره او الفرق العالميه جداً فكسر الحته دي. انا كسبت دي الخبرات الدوليه صح، لان مش كل لعيب كويس هيبقى عنده الخبرات الدوليه او الثقه في النفس او السمات الشخصيه اللي تاهله يلعب بطولة عالم. فانت اوريدي الاولاد دول عندهم ثقه في النفس وثقه عاليه جدا في نفسه. ومفيش حد موجود في المنتخب دلوقتي ما عندوش السمات دي يعني كل اللعيبه اللي موجوده دي لعبت ما بين كاس عالم كله ما بين كاس عالم شباب او كاس عالم كبار. فدي الخبرات اللي احنا بنتكلم عليها مهمه جدا جدا المحترفين واللعيبه العاديه طبعا. كابتن ده حقيقي عندنا مزيج كويس يعني مزيج كويس كمان جوه بقى لما حضرتك تخش جوه في الحته الفنيه هتلاقي في كل مركز نفس ما اتكلمنا على حراس المرمى عندك انماط مختلفه. ايه تاني بقى اهم مركز حضرتك قلت لي مركز حراسه المرمى 50%؟ خلينا نتكلم لو اتكلمنا عن اهم مركز احنا بنتكلم في لعبه جماعيه كره يد جماعيه، فانت عندك الست مراكز بعد كده مهمين. انا بتكلم في الاسباب الرئيسيه في حراسه المرمى. ما هو احنا لو اتكلمنا من شويه لما اتكلمنا على المدرسه الاسبانيه قلت لحضرتك مش عايزين نخش على مستوى يعني مش عايزين نخش في حته فنيه قوي، ولكن احنا وصلنا لها بمناسبه الكلام. يعني النهارده براندو من فكر المدرسه الاسبانيه ايه؟ هو ازاي لما بيجي يلعب على منافس بيلعب على توجيه اللاعب المهاجم في المساحه اللي هو عايزه يصوب منها.
يعني انا لو مدافع بدافع على لعيب انا عايز اوجهه مش عايز التحم، انا عايز اقف وقفه معينه عشان اقطع مسار جريه عشان اوجهه يروح يصوب من النقطه دي، عشان لما يصوب من النقطه دي حارس المرمى واخد زاويه معينه والبلوك واخد زاويه ثانيه، فالعمل الجماعي ده اللي بينجح. تمام، بتفكرني بدايما المدربين معلش سام بيقول لك دايما اللعيب الاشول وجهه ناحيه اليمين ناحيه الزاويه الضعيفه بتاعته بالزبط. وعلى اساس لو راح ناحيه اليمين اكيد هيبقى الناس مستعده ان الكره هتخرج بشكل وحش او مش هتديله نقطه القوه بتاعته يعني. هي دي النقطه اللي هو شغال عليها حاليا، دي مدرسه اسبانيه بالظبط. هنيجي على الهجوم برضو المنظم، هتلاقي حضرتك في كل مركز برضو عند حضرتك الانماط المختلفه اللي انت تلعب بيها في اي مدرسه بتقابلك. يعني لو جينا اتكلمنا على الباك ليفت مثلا او السنتر، يعني او السنتر باك او اي حد، هتلاقي في ثلاث لعيبه مثلا او اربع لعيب. لو جينا اتكلمنا على الباك ليفت سواء في يحيى الدرع او حسن قداح او علي زين او فيصل، هتلاقي كل واحد ليه مميزات. اللي بيصوب من تسعه بره تسع امتار كويس، اللي عنده فوت ورك عالي، اللي بيجمع بين المهارتين. لو رحت الباك رايت هتشوف نفس الكلام، هتلاقي احمد الاحمر مهاريا عالي جدا، مش محتاجين نزايد يعني على احمد الاحمر، مع يعني طبع. اسطوره برده من اساطير كره اليد، ولكن هتلاقي برده معاه يحيى خالد محترف في سبريم المجري وعامل شغل كويس جدا جدا في بطوله اوروبا، لعيب على مستوى عالي جدا، بس برضه بيساوي من بره، عنده الفوتوك العالي. في محسن رمضان لاعب النادي الاهلي ومنتخب 98 اللي حصل على ثالث عالم بيساوي من بره كويس. فانت هتقدر تستخدم الادوات دي كلها على حسب زي ما قلت لحضرتك بقى السيناريوهات ودراسه الفرقه اللي قدامك انت هتنجح بايه. حصلت فعلا، حصلت في بانت قوي في ماتش تونس في نهائي افريقيا. احنا كنا طول عمرنا عندنا مشكله واحنا بنلاعب فرق زي تونس او شمال افريقيا، عندنا دايما، ويمكن في تونس طبعا بالنسبه للهاندبول، لكن دايما كان عندنا مشكله بتاعه احنا نلعب الماتش على ارضه وعلى ارضي، دايما اللي على ارضه بيكسب على ارضه بنسبه كبيره، بنسبه 90% ده اللي بيحصل دايما اللي على ارضه بيكسب. فاحنا الماتش الاخر بطوله كانت موجوده كانت على ارض تونس، لو رجعنا الماتش مع بعض انت ما فيش ماتش بالسهوله بالسلاسه دي تمشي ان انت تكسب فرقه تونس جوه تونس في الصاله بتاعت افريقيا على ارضها. فالبان في شغل ملعب، في تكتيك بيتعمل، في حاجه في شغل ملعب موجود، بقى عندك حلول، في عندك طريقه مدرسه زي ما كابتن يحيى بيقول بالزبط. بقى عندك مدرسه، بقى عندك ارض صلبه كده، احنا بنشتغل المدرسه بتاعتنا، طريقه الدفاع بتاعتنا عارفين معروفه عامله ازاي، هنقفل على المهاجمين اللي قدامنا عامله ازاي، وهنلعب فاست بريك ازاي. احنا في اخر ماتش واحنا بنلعب تونس الفريق بتاعنا بيجري فاست بريكات بس، يعني في اخر الشوط الثاني تقريبا كل كور فاست بريكات، احنا جبنا حوالي 7 8 جوار تمام اجوال يعني فاست بريكات في الفتره الاخيره، سكور اول مره يوصل كده بتاع تونس في تونس في تونس. فدي العناصر ديت بقى قادره على ان هي توصل او تدخل المربع الذهبي زي ما حصل في مونديال فرنسا كده، بما ان احنا بقى عندنا لعيبه قادرين دلوقتي ان هم في الشامبيونز ليج ان هو يبقى قادر ان هو يوصل وينافس للمربع الذهبي ويوصل لسيمي فاينل او كوارتر فاينل، عندنا ان احنا ان شاء الله هنقدر نعمل الكلام ده، مش بس كده لا اعلى من كده، انا متفائل خير. هو طبعا كان افضل مركز لمصر كان المركز الرابع في 2001 فرنسا، ان شاء الله 21 نكسر ان شاء الله ونحقق ميداليه. كلنا متفائلين. حابب مع حضراتكم سريعا كده نقول كل مجموعه ومن خلال خبراتكم مين الاقرب للوصول، او اتكلمنا افضل الفرق اللي فيها. نبدا بالمجموعه الاولى، المانيا، المجر، اورجواي والراس الاخضر. كابتن محمد اعتقد اللي هيصعد المجموعه دي المانيا، اللي انا بتكلم بالتمهيدي الرئيسي هيظهر المانيا، المجر، اورجواي، يعني بالترتيب يعني دول الثلاثه. المجموعه الثانيه اسبانيا، تونس، البرازيل. بس اختلاف مع كابتن محمد، لا المجر في الفتره الاخيره ما بين المجر والمانيا مش يعني مش متساوي، الفروقات مش كبيره، لان المجر واصله فيها فرقتين من فرقه المجر واصلين تشامبيونز ليج. طب سريعا جدا يا كابتن هشام، احنا طبعا كده بنتكلم عن اول ثلاث فرق هم اللي هيصعدوا. مظبوط صح كده، دول الثمانيه. والمجموعه اللي بعديها المجموعه الثانيه اسبانيا، تونس، البرازيل، بولندا. يمكن برضو شويه مش معروفه قوي، لان بولندا فرقه تقيله مش فرقه عاديه، والبرازيل وتونس فرقه تعتبر دي من اقوى المجموعات. انا بالنسبه لي دي تاني اقوى مجموعه، تاني اقوى مجموعه. اللي هيطلع اسبانيا بنسبه كبيره، اسبانيا انا بقول بولندا وممكن تونس او برازيل، يعني تونس او البرازيل. تونس تبقى تاني. كابتن محمد، كرواتيا، قطر، دي المجموعه الثالثه، كرواتيا، قطر، اليابان، انغولا. اعتقد هيبقى كرواتيا وقطر واليابان هم اللي هيصعدوا.
كرواتيا، قطر، اليابان. قطر، اليابان. انجولا فرصها اقل، الفرص موجوده في المجموعه دي. طيب بالمجموعه الرابعه برضو بالنسبه لها الدنمارك، الارجنتين، البحرين، كونغو الديمقراطيه. كابتن هشام، هتبقى الدنمارك والارجنتين وبنسبه كبيره هتبقى البحرين طبعا. والكونغو بس بنفس الترتيب. والارجنتين عامله زي فرقه البرازيل زي ما كنا لسه بنتكلم، برضو في طفره كبيره جدا حصل لهم طبعا. فهم مش فريق ضعيف. كابتن محمد، المجموعه الخامسه النرويج، نمسا، فرنسا، امريكا. اعتقد دي مجموعه قويه جدا. مجموعه قويه جدا، وهيبقى فيها مباراه يوم الخميس القادم النرويج وفرنسا، دي مهمه جدا جدا. فرنسا مع النرويج، مع النرويج الخميس. بس اعتقد اللي يصعد المجموعه دي نرويج وفرنسا والنمسا. امريكا اقل الفرص شويه. تمام. طيب السادسه سريعا جدا كابتن هشام، مجموعه السادسه البرتغال، الجزائر، ايسلندا، المغرب. اعتقد البرتغال هتبقى رقم واحد. الجزائر، ايسلندا، ايسلندا برضو بقى لها فتره طويله كيرف بتاعها تحت، مش عالي او مش قوي قوي، فاعتقد برضو هتبقى ممكن الجزائر وايسلندا، يعني الفرقتين يعني. بس البرتغال رقم واحد برضو. البرتغال رقم واحد اول مجموعه. البرتغال، الجزائر، ايسلندا، زي ما هم محطوطين كده. المجموعه السابعه انا هقول مين ان شاء الله. مصر واحد، السويد اثنين، التشيك ثلاثه، وتشيلي بره ان شاء الله. ايه رايكم؟ هو ده ان شاء الله. هو ده ان شاء الله. يا رب. اخر مجموعه اللي هي المجموعه الثانيه الثامنه، بين سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، وروسيا. كابتن هشام، كوريا الجنوبية برضو فرقة مش ما بقتش سهلة خالص. أعتقد أن هي عاملة طفرة، بس طبعا سلوفينيا وسلوفينيا وبيلاروسيا هيبقى فيهم ليهم نصيب أكبر. يعني سلوفينيا رقم واحد، كوريا ممكن بعد كده، بعد كده الفرقة الثالثة اللي هي روسيا. الكيرف بتاعها أنت بتقول نازل للأسف، يعني مش جدا يعني. بس كأس العالم ما نعرفش التحضيرات عاملة إزاي قبل كأس العالم، كله بيغطي، كل السيناريوهات مفتوحة. فكل السيناريوهات مفتوحة. نتمنى التوفيق طبعا لمصر أولا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ببطولة ناجحة على المستوى التنظيم. مصر قادرة، وفعلا هنشوف إن شاء الله بطولة على مستوى التنظيم ناجحة، وإن شاء الله نشوف منتخبنا بيكسر حاجز 2001 ونوصل إن شاء الله للمباراة النهائية بإذن الله. إن شاء الله بطمنك وطمن جماهير مصر إن شاء الله. الكأس العالم ده إن شاء الله هنعمل فيه ركوب يا إن شاء الله بإذن الله. يا رب نستمتع بمشاهدة المباريات من يوم 13 بعد بكرة، اليوم 31 يناير، على خير إن شاء الله، ومصر تحقق يعني. بنشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا طبعا. تحقق يعني مركز متقدم في هذه البطولة. احنا بنشكركم جدا مشاهدينا. يوم الأربعاء نتلاقى في البيت الكبير، وبنتمنى طبعا أكيد بكرة الفوز للأهلي قصاد الإنتاج الحربي. بالتوفيق لفريق النادي الأهلي. نشوفكم يوم الأربعاء من 10 ل 1. محمد شكرا جزيلا، نورتونا.